تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول: أكمل صورة الماعون بما يناسب. يكذب، يراؤون، ساهون، طعام، طعامي، يدع. لدينا كلمات، لدينا صورة الماعون. أرأيت الذي، أحسنتم، بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. يكذب بالدين. فذلك الذي، أحسنتم، يدع اليتيم. ولا يحض على، جيد، طعام المسكين. اكتب طعام. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، جيد، ساهون. الذين هم، أحسنتم، يراؤون. ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. نعيد قراءة سورة الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ننتقل إلى الجزء الثاني من التمرين الأول. أكمل سورة الإخلاص. قل هو الله، أحسنتم، أحد. الله الصمد. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم، جيد، لم يلد ولم يولد ولم، أحسنتم، يكن. نعيد قراءة السورة. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له، جيد، كفؤا. كفؤا أحد. صوت إخلاص. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. التمرين الثاني: أربط بسهم بين الشطرين. لدينا الشطر الأول والشطر الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. قال الله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين. قال الله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، والذي هو يطعمني ويسقين، خرجت خطاياه من جسدي. نبدأ بالربط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، أحسنتم، خرجت خطاياه من جسدي. نربط بسهم. قال الله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، أحسنتم، والذي هو يطعمني ويسقين. نربط بسهم. سورة ثالثة. قال الله تعالى، أو الآية الثالثة: قل الله خالق كل شيء، أحسنتم، وهو الواحد القهار. عفوا. نعيد قراءة الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جسده. قال الله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. قال الله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. التمرين الثالث المطلوب:
هو تلوين ما يلي: الوضوء عبادة، نقوم بتلوين هذه العبارة الوضوء عبادة، نلونها بصلاة. الوضوء عبادة. ننتقل إلى التمرين الرابع: املأ الفراغ بإحدى الكلمات. لدينا 4 كلمات: عبادة، طهارة، نظيفا، قبل صحته. عبادة، طهارة، نظيفا، قبل صحته. الوضوء، أحسنتم، يقوم بها المسلم. الوضوء عبادة يقوم بها المسلم، يقوم بها المسلم. الصلاة، جيد، قبل الصلاة. الوضوء عبادة يقوم بها المسلم قبل الصلاة. ثانيا: الوضوء تجعل المسلم. الوضوء طهارة. تجعل المسلم ونقيا. كيف تجعل المسلم؟ جيد، نظيفا. ونقيا. الوضوء طهارة تجعل المسلم نظيفا ونقيا. بالنظافة يحافظ المسلم على، أحسنتم، صحته. نراجع: الوضوء عبادة يقوم بها المسلم قبل الصلاة. الوضوء طهارة تجعل المسلم نظيفا ونقيا. بالنظافة يحافظ المسلم على صحته. وهكذا انتهينا من هذا الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.